الكون سيرتي ناهي ألتم موسيقيتي هوائيتي حورتي أريشتي توشبيه والكوردين والهارمونيكال بحيث تتكون من منافخي متمددتي ومتقلصاتي مع أزرار أو مفاتيح تواجد عادة في كلتا النهائيتين بعكس أزرار الكوردين التي تواجد فقط في النهاية الأمامية. كونسيرتينا وتساتونا إنجليزي تهورم بوستيل ساكس 412 132 آلة هوائية حورتي أريشتا المخترع لسيد تشارلز وتساتونا كارل فريدريك أوهليغ تاريخ التطوير 1829 1834 آلة موسيقية ذات أصل كورديون هارمونيكا طورة الكونسيرتينا إنجلترا الماني فنسخة الإنجليزية اخترعها سنة 1829 السيدة تشارلز وتساتونا بينما أعلن كارل فريدريك أوهليغ عن النسخة الألمانية بعد 5 سنوات أي سنة 1834. تستعمل عدة أنواع من الكونسيرتينا في عزف الموسيقى الكلاسيكية الموسيقى التقليدية إيرلندا إنجلترا وجنوب إفريقيا وفي موسيقى البولكا والتانغو. عرض الفتات العام 1856 أمريكيات يعزفن على الكونسيرتينا 1860 كونسيرتينا البحار الكونسيرتينا الإنجليزية والباندونينا المراجعي تشيش المحاررة 1911 موسوعة بريتانيكا 6 طبعة الحادية عشر مطبعة جامعة كامبريدج صفحات 824 كونسيرتينا في المشاريع أشقيق صور وملفات صوتية من كومنز